حين نذكر ولايات الطارف عنابة سكيكدا وقلمة، يتبادر إلى أذهاننا أننا سنذهب في دورية سياحية نحو الشرق لجمال هذه الولايات وتنوع مناظرها الطبيعية التي تبعث في النفس بهجة، غير أننا سنتطرق اليوم لشعبة مهمة في القطاع الفلاحي، هذا القطاع الاستراتيجي الذي تعول عليه الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ورفع الأمن الغذائي. إنتاج الطماطم الصناعية وتحويلها. فالولايات الأربعة تساهم فيما يقارب 75% من الإنتاج الوطني في هذه الشعبة، ما يجعلها رائدة وطنيا. ولنرصد لكم انشغالات الفلاح الحلقة الرئيسية في سلسلة الإنتاج، ولنبحث في العلاقة التي تربطه بوحدات التحويل، انتقلنا إلى ولاية الطارف. فبالإضافة إلى طابعها السياحي، تعد الطارف ولاية فلاحية بامتياز نظرا لخصوبة تربتها وموقعها ومناخها الملائم. تحتل الطارف المركز الثاني وطنيا في كميات الأمطار المتساقطة ب 1200 ملم في العام الواحد. تمتاز الولاية بتنوع منتوجاتها وتعددها، وتشتهر بالفلاحة التحويلية خاصة في شعبة الطماطم الصناعية، إذ تمثل مساحتها خمس المساحة الإجمالية المخصصة للطماطم الصناعية وطنيا، وتساهم في ربع قيمة المنتوج الوطني. المساحة المغروسة لهذا الموسم قدرت ب 5005 هكتار. الإنتاج المتوقع إن شاء الله هو 4,400 قنطار. معدل الإنتاج هذا الموسم راه يدور في حوالي 900 قنطار في الهكتار. عندنا حقول تجاوز 2200 هكتار، وهذا لعدة عوامل من أهمها استعمال الأصناف الهجينة بهذه الولاية، تدعيم وسائل الإنتاج مثل الأسمدة المدعمة ب 20%، استعمال شتائل خارج الحق اي دي بلون اوموت، دعم استعمال السقيط بالتقطير ومكننة الشعبة. وهذا من البذرة حتى العملية الجين كل توتي ميكانيزي. هذه الشعبة الاستراتيجية التي تولي لها الدولة أهمية بالغة، لذلك الصندوق الوطني خص لها عدة عقود تأمين، من بينها عقد تأمين متعدد أخطار طماطم صناعية، وعقد شبكة الريف المستثمرة، وغير ذلك من العقود. الذي يجب أن نلفت له الانتباه أن هذه المساحة في ارتفاع من سنة إلى أخرى، هذا راجع إلى السياسة المنتهجة من طرف الصندوق الوطني ومن خلال الصناديق الجهوية الموزعة على كامل التراب. احنا أعطانا ربي خير كبير سنة، رغم الوباء اللي صاب الطماطم الصناعية، يعني وباء صاب الأمة وكان عندنا وباء اللي صاب الطماطم الصناعية، إلا والفلاح يعني المجتهد حاول كيفاش ينجح الحقل تاعو ولحقنا لإنتاج يعني لاباس به مرضي. هنا داخل هذه المستثمرة ببلدية الشط وجدنا كمال منهمكا في جني المنتوج، حين يكلمك تدرك أنه بامتهانه للفلاحة يؤمن بغد أفضل، فهو مثل ما يجني الطماطم بيديه يزرع الأمل في نفوس الشباب بكلماته. نوجه رسالة للشباب اللي كيفي أنهم يخدموا في الفلاحة في أرض بلادهم في تربة بلادهم، كما قال سيادة الرئيس للبرنامج اللي جاي هو برنامج فلاحي بحت للبلاد هذه. احنا بلادنا تجيب الخير الحمد لله من شرقها لغربها للصحراء، مش محتم الإنسان يطمح أنه في الوظيفة العمومي ولا هو ما عندهش حتى مستواها. وأنا كمثال عندي ليسانس في العلوم القانونية والإدارية، متخرج من 2008، ولكن الحمد لله لاقي راحتي وأنا نخدم في الفلاحة. ما وفقش ربي أن ندي منصب في الوظيفة العمومي، بصح ما نحشمش وما عنديش ما هيش عيب الفلاحة. كلمات كمال كلها أمل، وزملاؤه في المستثمرة يعتبرونه قدوة، فهم يؤمنون أن الزراعة هي المهنة التي تجعل للإنسان جذورا في الأرض وأنها كنز ينمو ويزيد. دعمونا الفلاحة، احنا ما نحرقوش، نخدموا في بلادنا ونحبوا الفلاحة، نخدموا في الفلاحة أجل بلادنا ودعمونا الفلاحة. هذا المنتوج الوافر في ولاية الطارف يقابله نسيج صناعي يتمثل في ثمن وحدات تحويلية بقدرة تحويل تفوق 10,000 طن يوميا، لكنها غير كافية على استيعاب كل الكميات المنتجة، ما تحول إلى نقمة على الفلاحين.
احنا عندنا مشكلتي انا مع التحويل مع المحولين، طاقه استيعاب تاع المحولين. احنا الدوله طلبت من عند المنتجين باه نزيدوا في المساحه ونزيدوا في الانتاج، والحمد لله رب العالمين المنتج زاد في المساحه وزاد في الانتاج، ولكن اخواننا وزملائنا المحولين قعدوا في طاقه استيعاب تاعهم هي اللي عنده 400 طن قعد في 400 طن. يعني احنا المطلب تاعنا الوحيد هو المحولين يزيدوا في الطاقه، مادام ان الانتاج كاين والمحاول المنتج زاد في الانتاج تاعو وزاد في لي كاباسيتي تاعو، علاش المحاول ما يزيدش في لي كاباسيتي تاعو؟ التوقفات الغير مبرره من قبل العديد من المحاولين في المره الاولى، وكذلك بالنسبه لما وقع في عيد الاضحى المبارك إذ توقف المحولون قرابة الخمسة أيام، مما أثر سلبا على المردود والمنتوج ككل. نوجه رسالة لإعادة النظر في العديد من الأمور على غرار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ويكون فيها الطرفان رابح، رابح المحول والمنتج، والاقتصاد الوطني هو الرابح الأكبر. ولاحتواء هذه الوفرة في المنتوج صار لزاما على وحدات التحويل رفع طاقة استيعابها، وهذا تماشيا مع تزايد الإنتاج ولتفادي الخسائر التي يتكبدها المزارعون خاصة خلال فترة ذروة الجني، أين تشهد معامل التحويل طوابير من الشاحنات والجرارات لتفريغ الحمولة. كنعملوا 500 طن، احنا عجل الفلاحين كيتقووا لنا في الولاية، احنا نعملوا 1000 طن العام الجاي إن شاء الله 2021 الموسم الجاي، و 2022 نعملوا 1300 طن واحد اخرى. مي لازم نكونوا احنا متعاونين مع الفلاح، كل 15 يوم نتعاقدوا مع الفلاحين يديروا هما بروغرام، ما يغرسوش مع بعضهم الكل، باش ما طيبش مع بعضها الكل، باش كيكون لابسورباسيون تاع المصنع 1000 طن 24 تكون لا كونتيتي اللي تجينا تاع 1000 طن، ما تجيناش اكثر. تركنا ولاية الطارف واتجهنا إلى عنابة التي تعتبر هي الأخرى قطباً لإنتاج الطماطم الصناعية، بمساحة مزروعة وصلت إلى 2262 هكتار هذا الموسم، استعملت فيها أكثر من 1500 هكتار نظام السقي بالتقطير المقتصد للمياه، والذي ساهم بشكل كبير في رفع متوسط المردودية المحققة، والذي تراوح ما بين 550 و600 قنطار في الهكتار. نحن قائمين لنوفر العلاقة الربطية اللي تربط الفلاح بالمحول، بالإدارة، بالبنك، بسيراما، صندوق التأمين. يعني هي عبارة عن حلقات ومتشابكة تؤدي في نهايتها إلى هدف واحد، ألا وهو تطوير هذه الشعبة في الولاية وفي الشرق وفي الوطن ككل. ومن أجل توفير أحسن الظروف للمزارعين سهر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على مرافقة الفلاح بتوفير منتوجات تأمينية متعددة الأخطار، ليصبح بذلك محورا استراتيجيا في هذه الشعبة. الصندوق عنده من مكاتب محلية منشورة على المناطق العمرانية وين كاين الفلاحين بزاف، عندنا في الحجار، سيدي عمار، عين باردة، هذوما برحال، هذوما المهمين. فيما يخص التأمينات تاع الطماطم، عندنا الضمانات هي كاين خمسة، قرا الإيجال، عندنا لانسوندي إينونداسيون، وعندنا سيروكو. سواء يخيروا خمسة ولا يخيروا ثلاثة على حسب المنطقة واش فيها مناخ طبيعي. موسم إنتاج الطماطم الصناعية بولاية عنابة كان استثنائيا هذه السنة بسبب الظروف الطبيعية التي شهدتها المنطقة وانتشار الأمراض الفطرية بالإضافة إلى جائحة كورونا، ما أثر على النمو الطبيعي للطماطم وعلى دولاب التنمية الاقتصادية للفلاح الذي زاد من تكاليف الإنتاج ومصاريف الأدوية. نفس الانشغالات التي طرحها فلاحو الطارف وجدناها عند الفلاحين في عنابة، عدم قدرة وحدات التحويل على استيعاب الكميات الكبيرة من منتوج الطماطم بات مشكلا يؤرق الفلاحين. دوك المنتوج كاين وجد بون باش تديه مراكز تحويل يطول، يقعد 3 ايام 4 ايام باش السلعة طيح تدوب، ما طوابير كي مكة تسنى السلعة تاعك، تسنى حتى تدفع السلعة دي باش تزيد تنحي انت باش تزيد تدفع سلعة واحدة اخرى، العام هذا ضرينا ياسر. أربع وحدات تحويل تتوفر عليها عنابة،
بطاقة استيعاب وتحويل تبلغ 2950 طن يوميا، لكنها غير كافية لاحتواء الكميات المنتجة رغم كل التسهيلات التي قدمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لدفع المنح المرتبطة بالطماطم الصناعية لفائدة المزارعين والمحولين بهدف تشجيع الفاعلين في القطاع. كلش وفرته لنا الدولة وكلش راهو كاين، لازم نزيدوا في الكاباسيتي تاع لي زوزين، ما نكذبوش على بعضنا. درك اللوزين القدرة الإنتاجية تاع لوزين كانت 1200 طن في 24 ساعة، زدناها رفعناها ل 1800 طن في 24 ساعة، درك لازمنا نزيدوا نضعفوا القدرة الإنتاجية باه إن شاء الله نقضيوا على المشكل تاع الطابور هذا. في قالما اختلفت المشاكل والعراقيل التي يواجهها الفلاحون. سجلنا رضا المزارعين على قدرة استيعاب مراكز التحويل الخمسة المنتشرة عبر تراب الولاية بقدرة تحويل 10,000 طن يوميا. هذه الثلاث المحاوين هم يكفوا الولاية تاع قالما، وهو كاين بعض الولايات المجاورة اللي راهم يجيبوا المنتوج تاعهم الى هذه الولاية قالما، يعني خاصة اللي قلت باللي صابوا باللي المنتوج تاعهم لما يوجد يكونوا دايرين اتفاقية بينهم وبين المصنع، يعني الفلاح ما يخممش في الانتاج تاعه كي يوجد، يروح ديركت مباشرة لمركز التحويل. تعتبر ولاية قالما منطقة ذات طابع فلاحي خاصة في شعبة الطماطم الصناعية، إذ تفوق المساحة المخصصة لها 3,985 هكتار بإنتاج متوقع يتجاوز 3,500,000 قنطار، فيما فاقت الكمية المحولة 1,500,000 قنطار. نتائج قياسية حققتها شعبة الطماطم الصناعية بهذه الولاية ساهمت فيها تضافر جهود كل الفاعلين، فلاحين كانوا أو محولين أو إداريين. الانشغال الكبير هو أولا الفلاح يطلب يكون أنه مثلا الأسمدة تكون في وقتها المناسب، ثاني مواد المعالجة تاع طماطم نقولوا احنا لي بروديفيتو سانيتار، وكذلك ثاني دي كونساي تكنيك، احنا ندوهم عندنا ثاني خلية تاع المتابعة مختصة في لي كونساي تكنيك، يعني بيتم عن الكلمة. كما يلعب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي دوره بمنح تحفيزات للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج ولضمان تأمينهم. أمنوا مع الصندوق مع صندوق التعاون الفلاحي، نعاون نتأمنوا مع كل عام. ساعة دخلنا نساوروا مع الخدمة يعيطونا، يعني يعيطونا ومديرين معهم مساهمة في شري أسهم، عنا تخفيضات كلش. عقود التأمين لدى الصندوق في تزايد مستمر ومن سنة إلى أخرى، وهذا راجع إلى الخرجات الميدانية لإطارات الصندوق والسياسة المنتهجة من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من أجل مساعدة الفلاحين على الاكتتاب ومرافقتهم في المسار التقني، حيث يقدم الصندوق مجموعة من التخفيضات وامتيازات بالنسبة للفلاحين المشتركين اللي يكونوا دي سوسيتير معنا، عندهم تخفيضات حسب نسب الحصص. الوحدة الإنتاجية بوعاتي محمود بولاية قالما تساهم في توفير 300 منصب عمل دائم و100 منصب عمل موسمي، وتبلغ قدرتها التحويلية 2400 طن يوميا. ترافق الوحدة الفلاح ابتداء من اقتناء شتلة الطماطم من مشتلة الفجوج، حيث توفر تسبيقات مالية للمزارعين المتعاقدين معها، وهذا تشجيعا لعملية الغرس التي يرافقها المصنع تقنيا من طرف مهندسين مختصين في الفلاحة وصولا لفترة الجني التي ساهم فيها المصنع كذلك بتكفله بأعباء اليد العاملة. موسم الطماطم لهذا العام كان موسم ناجح رغم الظروف الاستثنائية، حيث حققنا نتائج جد مرضية من حيث الكمية والنوعية. تم استقبال 3,500,000 قنطار من الطماطم الطازجة لهذا الموسم. كما تبذل المؤسسة مجهودات كبيرة من أجل توفير منتوج ذو جودة عالية وبأقل تكلفة. تجتمع إدارة الوحدة دوريا مع الفلاحين المتعاقدين معها لتنظيم عملية جني الطماطم الصناعية حسب احتياجات المصنع ولتجنيب الفلاحين الخسائر التي تطال منتوجهم. استحول اللعب العوام الاخر ما عندناش مشاكل، لا مثلا من ناحيه كما نقولوا العوام اللي فاتوا كنا شويه نتعبوا في السلاك، العوام الاخر هذه ما كانش هذه يسلكونا في الوقت المناسب، يعني الانسان يشهد الحق، يعني ما يبالغش وما يمدحش. كما يحول المصنع منتوجا نهائيا في شكل مركز طماطم وثنائي مركز طماطم الموجهان للاستهلاك المباشر،
ومنتوج النصف نهائي في شكل مصبر ثلاثي التركيز يتم تخزينه لإعادة تحويله لاحقا خارج فترة الذروة، وهذا لتوفير أحسن الظروف للفلاحين. غير أن المزارعين في ولاية جالما واجهتهم عراقيل أخرى هذا الموسم تتعلق بعدم وفرة مياه السقي. نحن ضرنا الماء، تذبذب في الماء، الماء ما بينوناش باللي كما نقولوا راح يطلقوا لنا السد. كاين اللي يخدم غامر وكاين اللي هاجر خدم في ولايه اخرى. المشكل هو براج مجلس البقر في الموسم الحالي متوقف وتوجد فيه اشغال، ونامل ان شاء الله في الموسم الجاي نديروا مساحه كبيره ومردود وفير ان شاء الله. وجهتنا الاخيره كانت ولايه سكيكدا التي حققت هي الأخرى نتائج قياسية هذا الموسم في شعبة الطماطم الصناعية بحكم مناخها الملائم ومؤهلاتها وخصائصها الطبيعية، إذ تبلغ كميات الأمطار المتساقطة 700 مليمتر سنوياً، بالإضافة إلى توسيع كبير في المساحات المزروعة التي بلغت هذه السنة 7000 هكتار، وبمتوسط مردود متوقع من 500 إلى 550 قنطار في الهكتار. كل هذا كان نتاج توفير وسائل الإنتاج وإدخال أصناف جديدة ذات مردود عالي. الشتلات ينتجوها هنا على المستوى الوطني، المستوى الوطني بالنسبة للأسمدة وطنية، بالنسبة للمبيدات طبعا المبيدات متنوعة ومتعدة، وبالنسبة لمكافحة الأمراض والأفات والطفيليات فيها شركات جزائرية بشراكة مع شركات أجنبية، نقدر وحدة التحويل جزائرية، قلنا 3 وحدات على مستوى الولايه، 17 وحده متربعه على مستوى عده ولايات من الوطن لتدي منتوج هذه الولايه. طفره الانتاج المحققه هذا الموسم يقف وراءها ايضا مرافقه الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي. ان هذه الخرجات التحسيسيه واللقاءات مع الفلاحين سور شان ولات الناس درك عندهم الثقافه انه تجي دير التامين على المحصول تاعهم، ساعدناهم ورافقناهم سورتو في هذا في هذا في هذا الوضع الحالي، في الوضع الحالي قدمنا لهم لي بيلفيليزاتور، قدمنا لهم وسائل التعقيم، قدمنا لهم لي ماسك دو بروتيكسيون، لي غون، لي توني دو ترافاي، قدمنا لهم درنا لهم على اساس انه سيتي اون اكسيون دو سوليداريتي اللي قمنا مع الفلاحين. تتوفر سكيكدا على 3 وحدات تحويل موزعة في الولاية، وتبلغ قدرة تحويلها 4 ملايين قنطار. عندنا ديسبوزيتيف اللي دارته الدولة ودارته لونيلاف، حنا طبقنا التعليمات تاع الديسبوزيتيف، وعندنا عقود مع الفلاح، واستقبلنا المنتوج، والحمد لله اليوم دوكا اللي راه مكملوا الفلاح اللي راه مكملوا راهم يحاسبوا باش يخلصوا. رفع الاستثمارات الخاصة في مجال التحويل أصبح ضرورة ملحة للتماشي مع وفرة المنتوج، مع التركيز على التحويل النصف نهائي للطماطم في شكل ثلاثي التركيز، وهذا من أجل احتواء فائض الإنتاج من جهة، ولوقف استيراد مركز الطماطم الثلاثي من جهة أخرى، كما أن تمديد فترة دورة غرس وجني الطماطم كلها عوامل تنظم الشعبة وتخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتفتح آفاق التصدير.